جهاد طباخ هير جميلة عامر هير سماهر سليمان not هير عايدة شنفاردي هير مايا شنفاردي هير بلال is your brother We may have the same last name and we may have the same father but that doesn't make us siblings mm-hmm. Well done Your pronunciation is very well شو عم تقول هي؟ طيب لو سمحت روق شوي كانت عم تحاول تشرح له وضعكم بس نحن مانا اخوات ايه وهي قالت له هيك للاستاذ عم بتقول بجوز يكون ابونا واحد بس مو بالضرورة نكون اخوات يعني والله انا هيك فهمت جاي عبالي اصل لسان لهالبنت بلال رح اشتري شي اكله قبل ما تخلص الفرصة بتحبي يجيب لك شي معي لا شكرا يسلموا عائشة هذا كيف مستوى دراسته؟ عادي يعني منيح ماشي الحال إذا هيك معناتها ليش عم يداوم معنا بنفس الصف؟ مبين إنه راسب كم سنة بلال شاب ذكي كتير وطموح إيه بعرف هالشي بلال لوين بدك تروح؟ إذا عصبت منها رد عليها بإنك تصير متميز مو تبطل تحضر الحصص هلأ بدنا نعمل شي ترفيهي مناظرة بتصير بين اثنين عملناها قبل هالمرة؟ لا استاذ ما عملناها ابدا انتي شو كان اسمك؟ عايدة عايدة تفضلي اطلعي وهلا فيكي تختاري منافس لك بدي بلال لنفسه بلال اطلع وقف قدام رفقاتك ما سمعتني شو قلت؟ موضوع مناظرتنا اللي رح نعملها اليوم المجتمع بيأثر على الفرد ولا الفرد بيأثر على المجتمع؟ يلا كل واحد يختار فكرة من فكرتين شو طلع لك عايدة؟ الفرد هو بيأثر على المجتمع تمام بلشي لا تنسي اللي موضوعه أحلى منعطيه علامات كونه الفرد هو الخلية يلي بيتشكل منها المجتمع أكيد الفرد رح يكون له تأثير على المجتمع بالدول الغربية والمجتمع المعاصر هالحكي ممكن يزبط أكتر لأنه هنيك كل شخص بياخد القرارات يلي بتهمه وبيقدر يمارسها بكل حرية بدون أي ضغط وبيقدر يعيش حياته الخاصة بدون ما حدا يتدخل لكن بالمجتمعات المتخلفة المحكومة بالعادات ما بيكون في هيك شيء لأنه الفرد ما له أي قيمة وممكن يكون ضحية للعنف والإكراه يعني مثلاً بمنطقتنا لما البنت بتحب أو بتختار تعيش حياتها بدون حكم الرجل المجتمع بيعاقبها تحت مسمى الأعراف والعادات والتقاليد القديمة وهالشيء اسمه تخلف وبدائية وما لازم ننسى لما حكى جاليلو عن دوران الأرض مجتمعه نبذه وأخضعه لمحاكمة مو عادلة لهيك أنا برأيي إنه الفرد هو الأهم نقاشك للفكرة كان كتير حلو شكراً لك وهلأ دورك بلال تفضل ناقش فكرتك المجتمع أهم من الفرد ونحن في شي حافظينه إنه المجتمع بيتألف من العيلة الصغيرة والعيلة من أفراد تخيلوا معي لو عيلتي ما علمتني الغلط من الصح بوقتها أنا كنت عملت اللي بدي إياه وكنت ارتكبت أخطاء ما لا نهاية العيلة بالنسبة إلي هي الأخلاق، التاريخ، والتقاليد وأفراد العيلة هن اللي بيحافظوا عليها مو بيقولوا إنه الإنسان كائن اجتماعي؟ هالشي صحيح الناس لما بتشاركوا بحياتهم بينبسطوا بهذا البلد الحمد لله منهتم كتير بالعيلة نحن محظوظين برأيي مرة من المرات ستي قالت لي العيلة مثل القلعة يا ابني إذا تفرقوا حجارة رح تنهار بعدين ما منلاقي محل نتقوى فيه برأيي ستي معها حق
أنا لما بكون بهالقلعة وشو ما كانت الظروف رح كون دائماً قوي ومرتاح. بتمنى يقنعكم هالكلام. العيلة هي أهم شيء. برافو بلال. برافو بلال. برافو بلال. برافو بلال. عن جد برافو بلال. طرحك للموضوع كان كتير رائع، وحسب ما شفت رفقاتك بيشاركوك رأيك. شكراً لك بلال.